هتجوز واشتريت عفش الشقة الجديدة عشان افرشها بعد العيد، ومتخيلتش ان انا ارميه في الشارع بالشكل ده. لا وكمان بعد ما رميته في الشارع قعدت ادوس عليه بشوز بالشكل ده، شايفين عامل ازاي؟ رحت اشتريت 3 اوض ب38,000 جنيه، اوضه نوم واوضه اطفال وانتريه، والحاجه طلعت بالشكل ده. اسكت؟ لا ما اسكتش، انا دخلت جوه الدولاب ووقفت فوق الكومودينو. وانت كمان وانت جايه تشوف العرض ده وهتتجوزي وهتفرشي شقتك، لازم تجيبي النجار وتشوفي الحاجه. اشيك اوض واشيك خشب هتشوفيه خشب زاني يا جماعه، ده المصنع نفسه اللي بيصنع الاوض دي والانتريهات دي ب38. تعالي نشوف عرض العروسه، الانتريه واوضه النوم الكامله واوضه الاطفال. تعالي نشوف، وممكن كمان تستبدلي الانتريه بركنه شيك. الالوان والحاجه ما شاء الله تحفه التحفه. هنا تيجوا نتفرج ونشوف شكل الاوض عامله ازاي. بجد المكان ده تحفه واسعاره تحفه، المكان ده كنز للعرايس يا بنات. الثلاث اوض او الشقه كامله ب38,000 خشب زان. استاذ محمد ازيك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. بس قول لي العرض النهارده لفرش الشقه الكامله للعروسه والعريس كام؟ عندنا العرض بتاعنا شغالين بيه بالسعر السنه اللي فاتت. بكام؟ 38 نوم واطفال وانتريه. غرفه نوم وغرفه اطفال وانتريه، يعني 3 اوض غير الهدايا بتاعتهم. ده غير الهدايا، يعني في هدايا غير ال3 اوض دول؟ طبعا في هدايا وهدايا قيمه كمان. اوضه نوم كامله، اوضه اطفال كامله، اطفال وانتريه تمام ب 38. ايه اللي هي الهدايا معانا؟ ما الهدايا بتاعتنا العربيه والتركيب اخر القاهره، يا اما معاكي المولى، يا اما تختاري المرتبه، يا اما تختاري غساله، يا اما تختاري كمان شاشه. تمام تمام. طب ممكن نتفرج على الاوض؟ دي اوضه من ضمن اوض النوم. دي اوضه نوم. ومعانا البنكيت بتاعها اللي كومودا اهو، ده كومودينو بتاعها شكلها حلو قوي. والبنكيت بتاعها كده، وادي البنكيت بتاعها. بصوا يا جماعه قوايم زان. في خشب ايه يا استاذ محمد؟ الخشب بتاعنا كله كونتر طبيعي والقوايم زان. قوايم زان وكونتر طبيعي صح كده؟ تمام. الدهان دوكو فرن كله. الدهان دوكو فرن صح كده؟ زي كده برضو. يا جماعه اللي بيخاف من العفش، ده مصنع بيصنع الخشب، اللي خايف يجيب نجار معاه ويطمن على الخشب قبل ما يشتريه. وعندي برضو بادي الاشكال بتاعتهم. افتح كده الدولاب هنا يا استاذ محمد. دي اوضه نوم ثانيه. اوضه نوم ثانيه هنا برضو السلحه بتاعتها ومعاها الاثنين كومود بتاعها ومعاها البنكيت بتاعها. اهي ادي الاوضه اهي. دي اوضه ثانيه. اهي شايفين شكلها. دي اوضه نوم. ده الكومودين بتاعها وده البانكيت بتاعها. ده البوف بتاعها والبانكيت بتاعها موجود. فين البانكيت بتاعها؟ ده البانكيت؟ اه. ده البوف وده البانكيت. ده البوف. بصوا اهي، هو اللي بره ده شمواه تنجيد. ده تنجيد بتاعها. طب والله حلو شكله حلو. اي لون موجود معانا. تحفة. طب نتفرج على الباقي. حلو قوي. اهي. دي دريسنج روم 4 غرفة. دي من ضمن العرض يا استاذ محمد، كل الاوض دي في العرض. بصوا ده شكلها حلو قوي، دي دريسنج نظام دريسنج روم. بصوا كده. ده الكومودينو بتاعها. ده الاثنين كومود بتاعها. اهو التاني اهو. بصوا الجمال. بصوا تحفه ما شاء الله. حاجه زي كده. بصوا كده دي كمان، دي اوضه نوم اهي. ما شاء الله. كل ده الدهان نور شغاله معانا برضه. ما شاء الله. والدهان بتاعها باين قدام منك اهو، برونزي وكل حاجه صغيره موجوده زي ما كنت. تمام تمام. اوضه النوم دي تحفه ما شاء الله. دي نظام دريسنج، وريهم كده تشيل الضلفه الازاز دي كده يا استاذ محمد. دي نظام دريسنج روم. بصوا شكل الدولاب من جوه، بصوا تحفه. طب الاوضه لوحدها بكام يا استاذ محمد؟ اوضه النوم. اوضه النوم كانت 19 ونص. لوحدها؟ لوحدها. واوضه الاطفال؟ عندي حاجه اطفال، عندي حاجه ب 8 ونص زي اللي موجوده في العرض. اه دي ليك انت برضو، خصم ليك ب 7 ونص. اه المتابعين بتاعتنا. تمام. وعندنا حاجه ثانيه ب 11,000، يعني عندنا جميع الاسعار وجميع المستويات موجوده. يعني لو هم عايزين يشتروا اوضه واحده او اوضتين موجود. موجود كل حاجه، لو عايز انتريه لوحده موجود، لو تمام. عايز انتريه لوحده وركنه ماشي برضو، سفره ماشي، كل تمام. حاجه موجوده. بصوا كده افتح كده الناحيه الثانيه يا استاذ محمد. بصوا كده الجمال، ده نظام دريسنج، كل الدواليب بصوا الكوب بتاعها ما شاء الله تحفه، وفي البيضه في قفيه. حاجه زي كده طبعا. بصوا كده اهي. حاول ده المصنع يا بنات اللي بيعمل الغرف وعامل عرض العروسه. بصوا كمان الهافون دي تحفه، او اللون الخشبي اللون القشره بتاع الطبيعه. في حاجه زي كده. وادي واحده بيضه اهي. بصوا
كده شكل الاوض تحفه. وهاتي النجار معاكي وانت جايه. دي اوض الاطفال. دي اوض الاطفال بقى، بتختار اي اوض اطفال من المينت جرين. اوضه اطفال بتبقى عباره عن تسريحه وكومودينو ودولاب وسريرين. سريرين ودولاب وتسريحه وكومودينو. تمام كده. وفي الجراي اهي، الجراي بتاعها موجود والابيض موجود، وفي الابيض، جميع الالوان موجوده. وفي اللون ده انا مش عارفه اللون ده ايه، الفحلوقي ده، درمادي، درمادي فاتح ودرمادي غامق. وفي كمان دي اهي، وفي الكشمير في ابيض، وفي الرمادي في ابيض. اهي اوضه اطفال كامله اهي. طبعا المكان كبير، وده مصنع يا بنات تصنيع موبيليا، ففي اكتر من شكل وفي اكتر من لون. اللي انا بوريه لكم ده حاجه من اللي في المكان. كمان في الركنه، بصوا في الركنه هنا، بصوا اللي هي بالخشب دي شكلها حلو قوي كده، شكلها ده البوف بتاعها. بوف الواحده يو اس بي، وادي الصحاره بتاعتها، وادي الصحاره، ميكانيزم ومعاه الوحده يو اس بي بتاعتها اللي هي الخشب. وتفتح برده السرير معاها. دي في العرض؟ لا دي بره العرض. دي بره العرض بس عاملينها بسعر محترم. بكام دي يا استاذ محمد؟ دي بدل 16.5 ب 13000. الركنه دي ب 13000. بصوا الترابيزه الاستاند بتاعتها، بصوا كده ما شاء الله كبيره. في اوضه النوم دي، وفي الاوضه النوم الخشبي دي، تمام. وفي الاوضه دي ما شاء الله برضو ما شاء الله. وفي الاوضه دي ده عرض اعلى من العرض اللي احنا بنتفرج عليه ما شاء الله. ايه دي بقى؟ عندنا عرضين. دي الغساله الهديه. دي غساله هديه؟ ما شاء الله. ومعانا الشاشه كمان. وفي شاشه هديه. تختار اي هديه من الهدايا اللي موجوده، يا اما ثلاجه، لا غساله، سوري، لا اما شاشه، لا اما عربيه وتركيب، لا اما المولى، لا اما المرتبه الكبيره. يعني يختاروا المولى الهديه، تختار اي حاجه من الهدايا، يا اما شيل العربيه بالمولل وبالتركيب، يا اما المولل لوحديها، يا اما شاشه لوحديها، يا اما الغساله، هديه واحده يعني، هديه واحده من السبع هدايا دول. سبع هدايا، الشاشه، يا اما الغساله، يا اما المولل، يا اما المراتب، المرتبه الكبيره او الصغيره، يا اما التوصيل والتركيب. تمام. هم بيختاروا الهديه بتاعتهم. تختار الهديه بتاعتك. اي حد هيجي يشتري العرض ليه هديه. العرض ابو 38 متاح، عايز اعلى من العرض ابو 38 موجود عندنا. تمام. جميع الاسعار موجوده وجميع المستويات موجوده. تمام. كمان في الركنه القمر دي، بصوا دي ستانلس ستيل، رجول ستانلس ستيل. ستانلس، الرجول بتاعتها ستانلس. بصوا كده، بصوا ما شاء الله تحفه. بقى بص الركنه دي، ودي برضو للناس اهو اللي عايزه ركنه. ده لون تاني منها طبعا.